اهلا بيكم. يعني مش عارف اقول لكم ايه احساسي بالاحباط من ان انا اقرا الارقام دي. حفله عمرو دياب، تعالوا بصوا يعني عشان ما اتنقطش لوحدي، تعالوا اقروا معايا. 100,000 جنيه، 8 اشخاص، لا 10 اشخاص في رويال لاونج. يعني انت راجل عايز تقعد في رويال لاونج، ده السعر الايه؟ الدخول 100,000 جنيه. اوكي، الرويال هاي 8 اشخاص 40,000 جنيه، الدايموند هاي 8 اشخاص 32,000. المهم نقعد ننزل لغايه بقى ما تلاقي الريجولر بقى، الكحيان الجربان الصدمان العدمان ده ريجولر بقى، 8 اشخاص سعره كام؟ 12,000 جنيه. وطبعا شروط الحفله ان ايه، لازم ممنوع اصطحاب الاطفال واللبس ابيض فابيض. يعني مش فاهم شغل الملايكه ده، يمكن هغني زي الملايكه فعلا. المهم يعني بجد 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 يعني مش قادر اتمالك شعوري والفاظي ولساني من ان انا ما اقولش كلمة وحشة. يعني 100,000 جنيه في حفلة، ويجي بقى عيل متني يقول لك ايه، الناس اللي بتطلع تحج وتعمل عمرة مش اولى تصرف الفلوس دي تبني مستشفى للغلابة او تعالج الناس او تأكل الناس؟ طب مش اولى بدل ما تصرف الفلوس دي في حفلة عمرو دياب يا كوكو ان انت تعالج الناس او تصرف عليهم او تأكلهم؟ وبعدين انا مش قادر اتصور ان انت هتبذل مجهود في ان انت، انا بحب عمرو دياب على فكره، وبحب كنت بروح حفلات عمرو دياب جدا، بس يعني انا مش هقول 100,000 جنيه، 12,000 جنيه، 12,000 جنيه على 8 اشخاص فيها حوالي كام؟ حوالي 1500 جنيه الواحد. 1500 جنيه في الحفله، ويعني وليه 8 اشخاص؟ يعني ليه 8 اشخاص يدخلوا مع بعض يعني، وليه مفيش دخول اطفال؟ بس انا مش قادر افهم يعني المنطق. او عايز اقول مفاجأة رهيبة جدا بالارقام، يعني وانا صغير يعني في سن مثلا العشرينات كان عمرو دياب بيجي يغني في الفرح ب100,000 جنيه. يعني هو كله كده بيجي يغني للفرح كله ب100,000 جنيه. النهارده في 10 من ضمن الناس اللي هتحضر حفلة عمرو دياب هيدفعوا هما 100,000 جنيه لوحدهم. فتمام، يعني مش عارف اقول ايه بصراحة، بس حابب، احنا العيد بالظبط خلاص ان شاء الله كمان 6 ايام، حابب اشوف يوم وقفة عرفة الناس اللي بتطلع تقول مش اولى ان انتوا تصرفوا الفلوس دي في المستشفيات والكلام ده، هيبقوا فين؟ كل سنة طيبين.